يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين لكل لمحة ونفس عبدا موسى وعلم الله. أما بعد، من كتاب تحفة الأحوال بشرح جامع الترمذي للإمام المبارك فوري رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين، الباب 49 من الكتاب 49 كتاب المناقب، باب مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فاتح مصر، فتحت مصر وكان هو قائد جيشها ودفن بها أيضا، وتولى إمارة مصر فترة وعاش بها إلى أن مات ودفن، ويقال أنه مدفون في مسجد عمرو بن العاص لمكان غير ظاهر في هذا المسجد، ويقال أنه معه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، ويقال أن عبد الله بن عمرو دفن بالمدينة اختلف فيه، لكن عمرو بن العاص يقينا مدفون في مصر وفي مسجده عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير للامام الترمذي في جميع الحديث 53 بعد 803000، يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. يعني أسلم الناس، لأن كثير من المسلمين دخل في الإسلام لما فتح رسول الله مكة، دخلوا في الإسلام يعني على عهد رسول الله في الظاهر، لكن لم يستقر الإيمان في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فيقصد الناس هنا الأعراب، فيقول أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. أما عمرو بن العاص فقد دخل الإيمان قلبه، وهذه شهادة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله على قلوب العباد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان، وليس إسناده بالقوي. قول باب مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه بن وائل السهمي الصحابي المشهور أسلم عام الحديبية. يبقى العام الحديبية كان السادس من الهجرة، لكن ده أظهر إسلامه الحقيقة، أنه هو وقع الإسلام في قلبه لما سمع النجاشي، لما هاجر المسلمون في الأول إلى الحبشة، وسمع شهادة النجاشي عندما سمع سورة مريم، ولما رأى النجاشي أسلم وآمن وقع الإيمان في قلبه أن رسول الله هذا رسول حق. ولكن جلس فترة طويلة تنازعه نفسه حتى استقر له الأمر، فهاجر إلى رسول الله في عام الحديبية وأسلم رضي الله عنه وأرضاه قبل فتح مكة. أسلم عام الحديبية وولي إمرة مصر مرتين، وهو الذي فتحها. مات بمصر سنة 42 وقيل بعد 50. هو مات قبل معاوية بن أبي سفيان بحوالي 10 سنوات تقريبا. قول أسلم الناس، التعريف فيه للعهد، والمعهود مسلمة الفتح من أهل مكة. وآمن عمرو بن العاص أي قبل الفتح بسنة أو سنتين طائعا راغبا مهاجرا إلى المدينة. فقوله صلى الله عليه وسلم هذا تنبيه على أنهم أسلموا رهبة ورهبة ورهبة ورهبة، لأن كانوا الرسول يوزع أموال كثيرة على الناس من الغنائم، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فمنهم من أسلم رغبة ومنهم من أسلم رهبة لما قويت شوكة المسلمين. وآمن عمرو رهبة، فإن الإسلام يحتمل أن يشوبه كراهة، لأن الإسلام هو الظاهر، فقد تستسلم في الظاهر والقلب غير مستسلم. للقوة، القوة لها سلطان، ممكن الإنسان يستسلم لكن قلبه غير مستسلم.
والإيمان لا يكون إلا عن رغبة وطواعية، ذكره الطيبي وغيره. وقال ابن مالك إنما خصه بالإيمان رغبة لأنه وقع إسلامه في قلبه في الحبشة حين اعترف النجاشي بنبوته، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا من غير أن يدعوه أحد إليه، فجاء إلى المدينة في الحال ساعيا فآمن. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة فيهم الصديق والفاروق، وذلك لأنه كان مبالغا قبل الإسلام في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وإهلاك أصحابه. هو قال عن نفسه كده، قال ما كان النبي قبل إسلامي إلا أبغض الناس إليه، فلما وضعت يدي في يده وبايعته على الإسلام صار أحب الناس إليه. كان هو نفسه يقول كده، الحديث في مسلم، قالوا على فراش وفاته. فلما آمن أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يزيل عن قلبه أثر تلك الوحشة المتقدمة حتى يأمن من جهته ولا ييأس من رحمة الله تعالى. قوله ليس إسناده بالقوي لضعف ابن لهيعة. وكان يعد عمرو بن العاص أحد دهاة العرب المشهورين. دهاة العرب كان منهم مثلا المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، مشهورين بالدهاء، حتى أنهم كان بعضهم يقول ما ندمت على كلمة قلتها قط. ده دليل الحكم، يعني ما يتكلمش كده أي حاجة، دليل أن تفكيره يسبق كلامه. فكان عمر بن العاص أيضا مشهور بالدهاء، ولا يليق أن تصفه بالمكر لأنه صحابي. في ناس يوصفوا لك أنا مكار، لا مش مكار، لا يليق، لأن المكر صفة ذميمة والدهاء صفة مدح، والدهاء في الشر يسمى مكر، والدهاء في الخير يسمى حكمة. هذا في الفروق، علشان ينفع ما يليقش أنك أنت تصف صحابي بالمكر، لأن هذا يكون دهاء في الشر. والصحابة ربنا سبحانه وتعالى نزع من قلوبهم الشر بنظرة النبي إليه صلى الله عليه وسلم، فعدلهم ربي رضي الله عنهم جميعا. وعنه به قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال طلحة بن عبيد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمرو بن العاص من صالحي قريش. ولي شهادة مين بقى؟ شهادة رسول الله، يعني يا سعد من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحي، ونافع ثقة وليس إسناده متصل بن أبي مليكة لم يدرك طلحة. قول حدثنا إسحاق بن منصور والكوسج قال أخبرنا أبو أسامة اسمه محمد بن أسامة قول من صالح قريش بن خيار. والصالح من يؤدي فرائض الله وحقوق الناس. الباب 50 باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وجزاه الله عنا خيرا وعما قدمه للاسلام والمسلمين، سيف الله المسلول. وسيدنا خالد لما اطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول علم انه لا يموت في معركه، علم انه حيموت على فراشه خلاص، لان لو مات في معركه يبقى سيف الله قتل، وسيف الله شاهر ومشهور على الناس الى يوم القيامه، مش كده برضه؟ فعلشان كده بالرغم ان هو يعني لم يخلو جزء من جسمه، يقول لك موضع اصبعين في جسمه كله، في ظهره، جسمه حتى ذكره، من موضع ضربه برمح او سيف، يعني كله كان جروح، كله جروح وخرشه ما بتخرش كله، لكن ما يموتش، سبحان الله. لدرجة أنه اشتهر من كثرة الضربات وتقيح الجروح صار في جسمه مناعة من السموم، لدرجة أن كان يجيبوا له السم يشربه، فأعداؤه كانت تخاف، ولا حتى السم ما بيقتلوش، فكانوا يخافوا منه، مجرد أن يسمعوا أن خالد بن الوليد في حرب يفروا من أمامه. كان يدخل بجيش 50,000 يواجه مثلا 300,000 400,000 حاجات كده، أعداد غريبة. لما تقعد تقرا حروب سيدنا خالد يعني قريبة من الكرامات، يعني حروب لا تجوز إلا أنها كرامات أولياء. فكان شيء يعني العرب يعني ما كانش تعرف مواجهة مئات الألوف، العرب غاية ما هنالك يقول لك 10,000 12,000
ما يعرفوش مئات الالوف دي الجيوش ال 100,000 و 200,000 دي ما يعرفوهاش ولا شافوها ولا يحلموا بيها. لكن الفارس والروم كان عندهم جيش ممكن 700,000 و 800,000، لان قياده الجيش الضخم ده برضه بتحتاج سياسه كبيره هم ما يعرفوهاش. كان سيدنا خالد بن الوليد يواجه هذه الجيوش ب 20,000 و 30,000 و 40,000 وربنا سبحانه وتعالى يكرمه رضي الله عنه وارضاه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول فلان، فيقول نعم عبد الله هذا، ويقول من هذا؟ فأقول فلان، فيقول بئس عبد الله هذا. حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا؟ فقلت هذا خالد بن الوليد، فقال نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرف بزيد بن أسلم سماع من أبي هريرة وهو عندي حديث مرسل. قال في الباب عن أبي بكر الصديق. قول باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه بن المغيرة ابن عبد الله عمرو ابن مخزوم ابن يقظة أو يقظة ابن مرة بن كعب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر جميعا في مرة بن كعب يكنى أبا سليمان وكان من فرسان الصحابة أسلم يوم بين الحديبية والفتح. هو سيدنا عمرو بن العاص راح أسلم ورسلنا خالد بعدة أشهر، يعني كلهم أسلموا قبل إيه؟ يعني فرسان قريش بقى كانوا دول فرسان قريش عمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد دول كانوا فرسان قريش وشباب قريش، فدول إيه يعني أسلموا قبل الفتح متتاليين ورا بعض منفردين راحوا لرسول الله كده فرادى كل واحد راح لوحده. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مشاهد ظهرت فيها نجابته ثم كان قتل أهل الردة على يديه. كان سيدنا أبو بكر يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت جزيرة العرب كلها إلا مكة والمدينة والبحرين جواسي بس، كل جزيرة العرب مرتدة وهناك مدعي هو في أماكن مختلفة. فسيدنا أبو بكر جهز 11 جيشا 11 جيش كان يبعت الجيش إيه 300 500 200 700 كده، وكان يخلي الجيوش دي علشان تناوش فقط لا تحارب عشان تمنع ان يجتمع اعداء المسلمين معا للمناوشه، والجيش اللي على راسه خالد هو اللي يقاتل. فسيدنا خالد يخلص هنا يروح هنا، يخلص هنا يروح هنا، فهو اللي خلص حروب سيدنا خالد. والباقيين كانوا بيناوشوا لحد ما خالد ينتهي. فرضي الله عنه وارضاه. كان يعترف له سيدنا أبي بكر بنجابته في الفروسية وفي القتال، وكان يعني يعتمد عليه في الحروب كثيرا سيدنا أبي بكر الصديق. واستمر فترة من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، ولما خاف سيدنا عمر أحسن تفتن الناس بخالد لأنه لم يدخل حرب إلا وينتصر، فخاف أن يتأثر الناس وتوكلهم على الله بخالد بن الوليد فيتوكلوا على خالد مش على الله. فعزل سيدنا خالد بن الوليد وصار جنديا تحت إمرة أبو عبيدة بن الجراح في الشام بعد اليرموك رضي الله عنه جميعا. يا سيدنا ايوه، ولماذا سيدنا عمر بن الخطاب يخاف من الفتن مع انه يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ان امته لا هو بالنسبه للمسلمين زي الاب خايف على جنده ان هم يقصروا في القتال اعتمادا على وجود خالد معاه. قال كده. فهو خايف، وكان سيدنا عمر معروف ان هو كان يعني ينظر للفتنه قبل وقوعها. يعني هو لسه لم يحدث، لكن هو شعر انها قد تدخل في القلوب. تشاف ما هو باب الفتنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الباب اللي مانع دخول الفتن، فاذا كسرت تبتدي تدخل الفتن. وإن بيننا وبينها لباب يكسر، قيل أيكسر أم يفتح؟ فأبى لك الحديث في مسلم. لما سأل حذيفة بن اليمان، سيدنا عمر نفسه هو اللي سأل حذيفة.
فقال وما لك بها يا عمر فإن بيننا وبينها بابا يكسر. قال أيكسر أم يفتح؟ شوف الذكاء، لأنه لو كسر يبقى مش هيتقفل تاني، إنما لو اتفتح ممكن يتقفل تاني. قال لا بل يكسر وإن الباب لعمر. ده كلام النبي لسيدنا حذيفة. عشان كده سيدنا عمر كان عارف انه هيقتل ببشارة النبي له، وكان من فرسان الصحابة اسلم بين الحديبية والفتح، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مشاهد ظهرت فيها نجابته، ثم كان قتل اهل الردة على يديه، ثم فتوح البلاد الكبار، ومات على فراشه سنة 21، وبذلك جزم ابن نمير، وذلك في خلافة عمر بحمص. الراجح أنه مدفون في حمص في الشام، لكن بعض الناس قالوا أنه مدفون في البقيع، اختلف، بس الراجح أنه في حمص. وذلك في خلافة عمر بحمص، ونقل عن دحيم أنه مات بالمدينة وغلطوه. قوله فجعل الناس يمرون، أي علينا من كل جانب، فأقول فلان أي أسميه به، ويقول أي في مار غيره، فيقول بئس عبد الله هذا. وهذا من باب ما روي ما روى أبو يعلى وغيره مرفوعا، اذكروا الفاجر بما فيه يحذروا الناس. حتى مر خالد بن الوليد، أي استمر هذا السؤال والجواب حتى مر خالد، قلت هذا خالد بن الوليد، وفي هذا إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان في خيمة وأبو هريرة خالد، وإلا فمثل خالد بن الوليد لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم عبد الله أي هذا خالد بن الوليد مبتدأ سيف من سيوف الله، خبر أو التقدير نعم عبد الله خالد بن الوليد هو سيف من سيوف الله، والجملة على التقديرين مبينة لسبب المدح. قال القارئ أي كيف سله الله على المشركين وسلطه على الكافرين، أو ذو سيف من سيوف الله عز وجل، حيث يقاتل مقاتلة شديدة في سبيل ما أعداء دينه انتهى. مش عارف كيف دي مقحمة كده، أي كيف سلم، كيف دي مقحمة، يا إما هو إيه قطعها ونقلها بقى في وسط إيه سياق كلام، فكان حقه يقول أي سله الله على المشركين وخلاص، أو بدل كيف تبقى سيف، تتحط الكاف تبقى سين وتبقى تتحل، أي سيف سله الله على المشركين، فلو بقت سين تبقى تتحل، سيف سله الله على المشركين. وقال المناوي أي هو في نفسه كالسيف في إسراعه لتنفيذ أوامر الله تعالى لا يخاف فيه لوم ثلاثة. قوله في الباب عن أبي بكر الصديق أخرجه أحمد عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين. وقد ورد في كون خالد بن الوليد سيف من سيوف الله أحاديث أخرى، منها حديث أنس بن مالك عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة في غزوة مؤتة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. الباب 51 باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سعد بن معاذ الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. أيوة تفضلي. سمعت بعض الناس يقول أن ده أيوة أن سيدنا خالد بن الوليد يتبوا أي مدح، ولأجل هذا من ده أوسي، وسعد بن عبادة من إيه من الخزرج، لكن سعد بن معاذ ده أوسي وسعد بن عبادة ده خزرج. أيوة تفضلي. يعني سمعت بعض الناس يقول أن سيدنا خالد بن الوليد يحب المدح، فلأجل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بمدحه لسيدنا. إحنا دخلنا في قلب يمين اللي بيقول هو كل حاجة تتقال نقولها، هو كل كلام يتقال نقولها، ده كلام الناس متأولة عليه. دول أهل الدنيا لما يقروا الكلام ده يفهموا غلط، لما أهل الدنيا تقرأ الكلام ده تفهموا غلط، لكن لازم اللي يقرا الكلام ده ناس اهل الله عشان يفهموا صح. انما بنقول يحب المدح يعني متكبر، يعني كده احنا بنيجي نذمه ولا نمدحه؟ النبي بيمدحه، ونحن احنا نفسر مدح النبي الى ذم الخالق.
ازاي؟ لما النبي يمدح انسان نحول هذا المدح الى ذم بان خالد يحب المدح والحب محل القلب، هل اطلع على قلبه؟ ولكن هناك تأويل آخر، إذا أحب القائل المدح قد يحبه كناية نكاية في أعدائه، في الأعداء، فلا يحب لنفسه ولكن نكاية في الأعداء، فربما لأنه قائد حرب، والقائد الحربي لما يشتهر عنه أنه شجاع وأنه مقدام هذا يبقى نكاية في الأعداء، فده يعينه على مواجهة الأعداء فلا بأس، ومن باب من حنكة الحرب، والحرب خدعة. ولكن ليس لشهوة النفس. النبي إذا نظر لإنسان عدله أزال الدنيا من قلبه. وعشان كده لا نفسر ما كان فيه الصحابة بطريقة أهل الدنيا، لأنهم ليسوا هم من أهل الدنيا أصلا. هم زهدوا فيه. هم لو أرادوا الدنيا ما كانوا تجولوا في البلدان حتى قتلوا، كل واحد قتل في صحراء منفردا. لم يبنوا القصور ويعيشوا ويحضروا الجواري ويعيشوا في متع. لم يفعل ذلك الصحابه، بل الصحابه انتشروا في بلاد الارض، كل واحد مات في ارض في مكان ما يعرفوش اهله. فدول مش اهل دنيا، مش تصرف اهل دنيا. كان الواحد منهم بعد الفتوح بياخد له غنائم وبياخد قطعه ارض كان ممكن يعيش ملك الى ان يموت، كانوا لا يريدوا هذا. بايعوا النبي على القتال الى الموت. فكان الواحد منهم يصل الى سن التسعين ويخرج يقاتل. سن الثمانين ويخرج يقاتل. سن السبعين ويخرج لأنه بايع النبي على القتال حتى الموت. فالصحابة مقامهم عالي رضي الله عنهم وأرضاه. نكمل غدا على أي حال إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا. بلغنا مما يرضيك أملنا. وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.